بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول ان شاء الله في الفيديو دوت ان احنا نعوض الفيديوين اللي فاتوا بسبب الجودة ما كانتش بالمستوى المطلوب، فنحاول ان شاء الله سريعا نكتب جميع الحروف. طبعا انا في البداية بعمل السطر بتاعي واعمل 6 نقاط يعني زي جايد ليا، وابدأ بحرف الالف، امسك انا بزاوية 90 درجة واطلع مستقيم، بعد كده انزل نص المسافة 3 نقاط، والجزء الأخير برسم حرف الباء والجزء اللي فوق طبعا بسن الهاء، حرف الجيم. طبعا جميع الحروف بتكون فوق السطر، الحروف اللي بتنزل تحت السطر هنقول عليها زي حرف الجيم مثلا، بريف انا معايا. او ممكن اقف ان هو وارسم الباقي بسن القلم حسب اللي يريح الشخص. حرف الدال، الجزء دوت هو نفس الجزء بتاع الالف، طبعا تشابه نهايات الحروف زي الدال والألف والراء بيدي جمال في السطر ككل. طبعا الجيم هي الحاء هي الخاء، الدال هي الدال، والراء هي الزين. حرف السين، دي اسمها كاسة السين عشان هتتكرر معانا في الصوت. طبعا بالمناسبة حرف الشين، مش هنحط 3 نقاط ولكن هنعمل كده. حرف الصاد، الجزء الأخير دوت أنا ليا حرية فيه في رسمته. حرف الضاد هينتهي بنفس الشكل، نفس الكاسة ديت بالظبط. حرف الطاء نفس الصاد، ولكن بترسع السطر هنا. هو يعتبر نص ألف صغير. حرف العين كله فوق السطر، طبعا كل الحروف فوق السطر ما عدا هنا حرف الجيم. حرف العين فوق السطر، لاحظوا حضراتكم معايا ازاي ببدأ وازاي بمشي بالقلم.
من تخين ورفيع، بطلع لفوق سنة يعني. حرف الفاء هو عبارة عن رأس ورقبة، الجزء دوت مهم جدا. وبعد كده ده جسم الفاء، والنقطة بتكون جزءها. حرف القاف نفس الرأس والرقبة بتاعتها تكون أطول شوية، والكاسة بتاعت السين. نتين اهوت، والنقطتين يكونوا كده أطول شوية من دي. يعني دي مثلا نقطة، دي تبقى اتنين مقاسها. الكاف نفس نزلة الألف، والجزء دوت بسن الهم زي دوت كده، والهمزة بتكون صغيرة في النص، كبرت مين يعني. حرف اللام زي حرف الكاف بالظبط، ولكن الجزء دوت انا بخليه مقوس كده، اما الكاف بتطلع لفوق كده. حرف ميم هينزل معايا تحت السطر، حرف النون ليه شكلين، أعمل نقطة وألف حواليها، والشكل التاني بتاعها موسيقي جدا. حرف الواو نفس الرأس بتاعتنا بالرقبة بتاعتها، وجسم الر حرف الهاء من الجزء الأخير دوت، بيترسم زي حرف الطاء كده. حرف لام ألف أو حرفي لام ألف متشابكين كده، طبعا بحاول قدر الامكان اكتب بسرعه علشان المشاهد ما يملش من مده الفيديو. في شكل اخر حرف الهاء بسيط جدا، حرف الياء بقى تلات اجزاء. الجزء الاول الجزء ده اللي هو زي التلات نقاط كده، والجزء الثاني
والجزء الثالث الكاسة، بس بتكون أصغر شوية من الكاسة العادية. طبعا النقطة في حرف في الخط الديواني مستطيلة، ما تكونش مربعة، والنقطتان شرطة، والتلات نقاط زي الجزء بتاع الياء. عندنا الحروف اللي بتنزل تحت السطر، حرف الجيم، حرف الميم، حرف العين لو هياخد نفس الجسم بتاع الجيم هينزل طبعا معانا، وأخيرا حرف الهاء اللي هي في نص الكلام. طبعا احنا لسه مش وقت الحروف الوسطية، لسه مفيش وقتها. يعني الحروف اللي بتنزل تحت السطر فقط نكتب قلم تاني، الجيم والميم والعين والهاء، يعني كلمة جمعة، حروف كلمة جمعة أو جمعه عشان الهاء مش تاء مربوطة. بس طبعا بنلاقي تشابه الحروف في الكادة بتاعت السين والشين والصاد، وكذلك الياء والقاف، دي كلها كذا واحدة. الراس هي هي في والقاف والواو، ممكن جسم العين يبقى نفس جسم الجيم. بس يعني دي أهم الملاحظات وأهم الحروف.